السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عرض جديد من شركة شمس الخدمات التمويلية بفضل ربنا. أكبر تشكيلة من أجهزة الجيمنج هتلاقيها عندنا إن شاء الله. النهاردة عرض شركة شمس الخدمات الكمبيوتر على ثلاث موديلات جيمنج: الـ HP الأومن 15 والأسوس الـ FX 95 والأسوس الـ 504. عرض شركة شمس النهاردة إن شاء الله بإذن الله بنتكلم في أجهزة جيمنج استيراد HP أومن 15. HP أومن 15 أجهزة استيراد فرز أول جيمنج جماعة. المواصفات بتاعتها الكور اي 7 الجيل الثامن 8750H برامات 16 جيجا ديدرام 4 هارد 512 SSD كارت الشاشه بتاعها بيبقى العملاق جي تي اكس 1060 بيبقى 6 جيجا وبيعلى طبعا مع رامات زي ما انتم عارفين. اجهزه جيمنج بتشغل اعلى البرامج بتشغل اعلى الجيمزات طبعا. كيبورد RGB 15 و6 فول كيبورد اجهزه استيراد فرز اول بحاله الزيرو زي ما انتم شايفين تمام. العرض الثاني من شركه شمس الخدمات الكمبيوتر على الاسوس الFX 95. الFX 95 الكور اي 7 الجيل التاسع 9750 برامات 16 جيجا هارد 512 SSD كارت الفيجا بتاعه يبقى جي تي اكس 1650 ل 4 جيجا بيعلى برضو مع الرامات زي ما انتم عارفين. اجهزه استيراد فرز اول 15 و6 فول كيبورد برضو الكيبورد RGB بتنور الوان اجهزه حاله الزيرو زي ما انتم شايفين. العرض الثالث من شركه شمس الخدمات الكمبيوتر على الاسوس الجي ال 504 الكور اي 7 الجيل الثامن 8750H برامات 16 جيجا. الجهاز بيبقى فيه هاردين هارد 256 SSD بيبقى معاه هارد ثاني 1 تيرا سات كارت الفيجا بتاعه يبقى جي تي اكس 1060 بيبقى 6 جيجا وبيعلى برضه مع الرامات زي ما انتم عارفين. برضه شاشه 15 و6 كيبورد ار جي بي 15 و6 وفول كيبورد. يبقى كده معانا التلات عروض: العرض الاسوس ال 504 اللي هو الكور اي 7 الجيل الثامن رامات 16 في هاردين هارد 256 وهارد 1 تيرا وفيجا 1060 وسعر الجهاز 29000 جنيه لفتره محدوده ان شاء الله. الجهاز العرض الثاني للاسوس ال 95 الاف اكس 95 كور اي 7 الجيل التاسع رامات 16 هارد 512 وفيجا 1650 سعره 29000 ونص. العرض الثالث الاتش بي اومن ال 15 الكور اي 7 الجيل الثامن برامات 16 هارد 512 وفيجا 1060 سعره 29000 ونص. الاجهزه كلها استيراد يا جماعه فرز اول بحاله الزيرو وان شاء الله بفضل ربنا اكبر تشكيله من اجهزه الجيمنج هتلاقيها عندنا في اجهزه كتير في مواصفات مختلفه واسعار مختلفه ان شاء الله. ويسعدنا طبعا تشريفكم لينا على الصفحه او تشريفكم لينا بمقر الشركه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.